ارحب بالصديقات والاصدقاء في منتدى مستقبل الفكر والابداع. وهذه الليله هي ليله مختلفه في الحقيقه، ونحن كل فتره نصنع مثل هذه الامسيات السرديه التي تكون عباره عن قراءه لقصص قصيره او لمقاطع سرديه من روايات لبعض الكتاب. وهذه الليلة وفي الحقيقة أنا أتعامل مع هذه الندوة التي تخص مسألة قراءة بعض السرديات القصصية، أتعامل معها من حيث كونها مدارسة للنصوص التي يتم تلقيها. نحن يعني لا نقف فقط على الإشكاليات الفنية فقط، لكننا نريد أن نقفز أكثر ونصل إلى ما يسمى ومستقبل أنه. طبعا قبل أن يعني استرسل في الحديث، لا يفوتني ان ارحب بصديقي العزيز الكاتب الروائي الكبير الكاتب الليبي صديقي العزيز الاستاذ احمد البيتوني، وطبعا ارحب بكل الصديقات والاصدقاء. وانا رحبت بالبيتوني لانه عاد بعد غيبه طويله، وانا يعني سعيد بحضور صديقي العزيز الذي عاد الي. الحمد لله على السلامة. هذه الندوة كما أشرت هي تشير، نحن لدينا مجموعة من الكتاب هم فهم عبد السلام، حسن رضوان، إنجي همام، هاني منسي، منال قبيل. سنستمع إلى خمس نصوص قصصية، وهي ليست قصصية لأن هناك مقاطع من نصوص سردية مطولة، هي روايات في طور في قيد النشر او الكتابه او حتى التكوين الادبي. وانا ايضا اريد ان اشير الى ان اهم شيء في الحقيقه في هذه الندوه هو اننا سنقف على الاشكالات الفنيه من جهه، وسنتحدث عن مساله مهمه تخص ما يعرف بمستقبل النوع الادبي. نحن لا يجب ان ننظر الى الكتابه باعتبارها صيغه نهائيه، الكتابه ليست لا تعرف هذه الصيغ الجاهزة ولا الأحادية. الكتابة ابنة التنوع، ابنة الاختلاف، ابنة مسارات متعددة، وهذا ما سنجده في النصوص الخمس التي سنستمع إليها. وأنا في الحقيقة في الاختيار أراعي هذا جيدا، ويعلم الصديقات والأصدقاء أنه حتى على مستوى اختيار النصوص التي نناقشها سيكون هناك دائما مراعاة حقيقية لفكرة ما يسمى بالجدارة الأدبية. يعني لا يعني ليس كل ما تلقيه المطبعة نناقشه، أو يعني دي مسألة طبعا عباسية، وربما هو واحد من الإشكالات الموجودة في الحياة الثقافية المصرية والعربية. الكتابة اختيار، والفن اختيار، اختيار لما هو جوهري ودال من وجهة نظر كاتب، وهذه مسألة. أيضا في اختيارات النصوص بقى حتى على مستوى هذه الأمسيات القصصية وغيرها من أمسيات صنعناها، نراعي أيضا هذه الاختيارات النوعية، أن النصوص تمثل خمسة صيغ مختلفة ومتعددة. ربما سيأتي الإشارة، الندوة ستسير كالتالي، لأنها ليست ندوة اعتيادية كما أشرت، من الندوات التي نناقش فيها ديوانا شعريا كديوان صديقنا الشاعر عاطف عبد العزيز في المرة السابقة، أو نناقش فيها نصا روائيا أو مجموعة قصصية أو كتابا فكريا، لكننا الآن بصدد أمسية القصصية. ومن ثم سيخرج كل كاتب من كتابنا ليقرأ نصه، ثم سأصنع تعقيبا عليه وانتقل الى الكاتب الثاني، وفي بعد النصوص الخمسه وبعد قراءات كتابنا كما نصنع دائما سنفتح الباب لمناقشات الحضور الكريم في هذه الندوه. وابدا ندوتنا بالكاتب الدكتور فهمي عبد السلام. وفهمي عبد السلام هو واحد من كتابنا الحقيقيين، وله كتاب شديد الاهميه هو مذكرات الغرفة 8 عن صديقه الراحل الشاعر الكبير أمل دنقل، وحيث كان رفيقا له. وهذا الكتاب هو كتاب في كتاب يندرج تحت نطاق ما يسمى بالتراجم أو السير الأدبية، وهو سيرة أدبية مهمة لأمل دنقل.
أيضا له عدد من النصوص السردية سواء إذا كانت روائية أو قصصية مميزة، ونحن ناقشنا من قبل هنا منذ قريب مجموعته القصصية سوء تفاهم. الآن أنتقل إلى صديقي العزيز الكاتب والقاص والروائي الدكتور فهمي عبد السلام.